تشاد والسودان دولتان تربطهما علاقات متينة في العديد من المجالات منذ زمن بعيد. وفي هذا الإطار جاءت مناسبة الانطلاق الرسمية لدراسة الجدوى لمشروع السكك الحديدية الذي يمتد من مدينة بورسودان السودانية وصولا إلى العاصمة التشادية إنجمينة. بدأت المناسبة بعرض موجزي للمشروع قدمه المدير العام للهيئة الوطنية للسكك الحديدية المهندس جيكولوم مياودو، الذي قال إن مشروع السكك الحديدية في المناطق التشادية يبدأ من مدينة أدريا الحدودية مرورا بمدينة أبشا وأم حجر وآتيا وأنغورا والمساجد والجرمايا ومنها إلى العاصمة إنجمينة. نتمنى أنه ننجز العمل في هذا المشروع الهام حتى نتمكن من تقديمه للقيمة الأفريقية المزمع عقدها في سبتمبر من هذا العام. تنفيذ مشروع السكك الحديدية بالدولتين الشقيقتين يؤكد مدى اهتمام الزعيمين فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والسوداني المشير عمر أحمد حسن البشير بالشعبين لأجل تطوير سبل التواصل والتعاون المشترك وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة. ونتمنى أن يكتمل هذا العمل وهذا المشروع الكبير قريبا حتى يحقق الأهداف التنموية لكلا البلدين الشقيقين ولقارتنا الأفريقية الفتية. في كلمته الافتتاحية للانطلاقة الرسمية لمشروع السكك الحديدية بالسودان وتشاد، أكد وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة عبد الرحمن مختار محمد أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي يعد ضمن الوعود التي وعد بها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في حملاته الانتخابية للعام 2015، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في ربط البلدين في عملية التواصل بين الشعبين بغية تحقيق الأهداف التنموية الواعدة. للتذكير فإن تنفيذ مشروع السكك الحديدية بالدولتين يدخل ضمن برامج الخطة الوطنية للتنمية التي انعقدت في سبتمبر المنصرم بالعاصمة الفرنسية باريس.